يا ربي، هو مواعيد تجار المخدرات مالها زفت كده؟ ايوه يا بدير. ايوه يا استاذه، 10 كراتين وتضيفي كمان عليهم 5. ايوه وتضيفي 3 كراتين هنا كمان. اثبتوا مكانكم يا تجار السموم يا حقيرين. اخروا قوي. هات الفلوس جنبي. براوه براوه عليكم يا رجاله. والهيتفاجر. جبتوا كام شوال؟ 3. وانت ومجلي يبقى 5 تشوال. حلوه فاجر حلوه. الواد الدر ده طالع راجل صحيح عالمي. البنت سوبر ميرو كلت الطعم كله. طب واحنا؟ واحنا ايه؟ مفيش حاجه ناكلها. جرايم قال لي. ايه يا معلم؟ جرايم قال لي. ايه؟ جرايم قال لي. جعان. انا برضو جعان. ده احنا ناكل ونشرب ونجيب ترابيزات بينجو وبلياردو. ايوه. باي باي يا سوبر ميرو. سوبر ميرو دي في الجلاش، يا نسرق بنك يا اما بلاش. عصابه الفاجر وما تنساش جالهم ومجل فارق قشاش. عنوان الوقفه بروش جرائه يا مجلي ما تفضحناش. سوبر ميرو دي في الجلاش، يا نسرق بنك يا اما بلاش. عصابه الفاجر وما تنساش. يا سوبر ميرو صدقيني احنا معناش مخدرات، دول شويه لبسه مستعمل لزوم العمل الخيري. ومين بقى ان شاء الله خيري ده؟ زعيم العصابه ولا الديلر؟ عصابه وديلر؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ليه كده بس يا بنتي؟ انا موظف بسيط على باب الله، ودينا بنسعى في عمل الخير. بقولك ايه يا حاج، انت فاكر ان الشويتين بتوع الفنان عبد الوارث عصر دول هيشتغلوا معايا؟ وبالمناسبه الدقن اللي انت مركبها دي باينه قوي انها صناعي. هاي سيبي دقني. ايه ده؟ ده انت لازقها بامير جامد قوي يا حويط. يا بنتي حرام عليكي، استاذ بدير ده راجل يعرف ربنا. على فكره بقى حضرتك باين قوي انك راجل ومنكر في زي الفنانه ليلى علوي. امسي شعري. ايه ده؟ ده انتوا لازقين بلزق جامد قوي. ارحمينا يا سوبر ميرو احنا غلاب. ده انا هوديكوا السجن وهوديكوا في 60 داهية. شايلين المخدرات فين؟ انت هوديكوا في 60 داهية. اهو اهو. وده ايه ده كمان ان شاء الله؟ لزوم الاعمال الخيرية برضو. اتفضل. هروين ده ولا مش هروين؟ اتفضل. شم. طباخ السم بيشمه على فكرة. حسبي الله ونعم الوكيل. ثانية واحدة، محدش يتحرك من مكان. مبروك عليك الجمعية الخيرية يا سوبر ميرو. أحلى تخفيلة دي ولا إيه؟ مع تحيات الفاجر. معلش يا جماعة بس ثانية واحدة، هي دي جمعية خيرية بجد ولا إيه؟ أيوة يا بنتي أيوة. آه والكراتين دي كراتين رمضان. ما إحنا بنقول لك من الصبح وإنتي مش عايزة تصدقينا. يبقى أكيد اللي في إيدي ده دقيق. فاخر يا بنتي، دقيق فاخر. طيب واكيد طبعا انا لو قعدت اتاسف لكم من النهارده لغايه بكره الصبح مش هتقبلوا اسفي ابدا. اكيد اكيد طبعا. طيب انا لازم امشي عن اذنكم بجد، انا اسفه قوي. سلام عليكم.